أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في الحرم وجدت رجلا في الطواف وعليه تميمة فنزعتها منه بقوة، فهل عملي هذا صحيح علما أنه امتنع أن يزيلها بنفسه؟ لا، ما هو صحيح عملك هذا. أنت كان نصحته وبينت له، وإذا لم يمتثل فإنك تذهب إلى إدارة الحرم أو إلى المسؤولين عن الحرم، وهم اللي ينزعونها منه. ما ينزع منه إلا صاحب سلطة. نعم، أما أنت عليك النصيحة والبيان. نعم.